بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم ولعن اعدائهم. احبائي المشاهدين مشاهدي قناه الامام المهدي الفضائيه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم مع حلقه جديده من برنامج طب اهل البيت عليهم افضل الصلاه وازكى السلام وضيفي الكريم سماحه الشيخ احمد ريس الله يحفظك ان شاء الله, الله ان شاء الله الله يحفظكم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ايها المشاهدون الاعزاء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله يحفظك ويد ان شاء الله الله أنا ومرحبا بكم متواصلين وياكم سماحه الشيخ في اجوبه اسئله الساده المشاهدين ان شاء الله, إن شاء الله. إن شاء السؤال الاول في هذه الحلقه سماحه الشيخ من الدكتور علي الشمري من العراق يقول أتمنى من حضراتكم وبرنامجكم الكريم تعطون علاج للصلع مع جزيل الشكر نعم هناك ذكرت عوامل مختلفة لإسقاط الشعر نعم من جملة عامل وراثي موجود ممكن يعني موجود وراثة من آباء أجداده وهكذا أو التغير في الهرمونات مثلا تغير الهرمونات ويبدأ تساقط الشعر أو كثرة, كثرة الاضطراب أو الصدمة الروحية شوف أنه رأسا يقوم يسقط الشعر أو التغذية الغير مناسبة الغذاء إذا ما كان مناسب مثل هالمأكولات الضارة الكثيرة اللي الآن أخذت الأسواق الوجبات السريعة البيبسي البيتزا الحلويات الاصطناعية كل هذه المأكولات ضارة وتسبب إسقاط الشعر بعد من جملة الأمور عدم مراعاة النظافة يعني أنا إذا الإنسان ما يراعي النظافة الظاهرية بالنسبة للشعر أو لكل البدن يبتلي بالفيروس مثلا فيروس خاص أو مثلا بكتيريا خاصة يبتلي بهذه الأمراض إسقاط الشعر أو استخدام بعض الأدوية الكيميائية مثل بعض الامراض مثل السرطان نستجير بالله. اكو بعض العلاجات الها تسبب اسقاط الشعر بصوره كامله. او الحوادث كالاحتراق الاحتراق يسبب ان الشعر بصوره كامله يسقط. في طب اهل البيت عليهم السلام العامل اما من شده الحراره فتحترق جذور الشعر. من شده حراره البدن بالاخص في منطقه الراس او من شده البروده والرطوبه يبدا تساقط الشعر فاذا سبب البروده في بعض الاحيان فقر الدم فقر الدم بالاخص للنساء الحوامل او النساء مثل المراه المرضعه يسبب اسقاط الشعر وذلك بسبب فقر الدم نعم. هذا هم جانب موجود يعني فاختلال جريان الدم في منطقه الراس بالنسبه للبروده والرطوبه يسبب ماذا اسقاط الشعر. نعم. أه الشعر الان هناك وردت في روايات اهل البيت عليهم الصلاه والسلام امورا لانبات الشعر الان نرجع الى هذه الروايات لكي نرى ما هذه الروايات حينما نرجع الى الروايات مثلا اكل التين اكل التين جدا نافع لانبات الشعر, الشعر عن ابي الحسن الرضا عليه الصلاه عليه الصلاه والسلام قال التين يذهب بالبخر ويشد الفم والعظم وينبت الشعر ويذهب بالداء ولا يحتاج معه الى دواء هل هل فوائد كلها موجوده بيش بالتين بالاخص هؤلاء اللي مبتلين بهشاشه العظام افضل علاج له التين الحناء الحناء اللي غفل عنها الناس الان ما ادري بعض الناس ما يحب رائحه الحناء وما يرغب فيها لكن فيها فوائد وتنبت الشعر وتقوي جذور الشعر روي عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال اختضبوا بالحناء فانه يجلو البصر من منافع الحناء انه يقوي بصر الانسان لانه دافع للرطوبه وكثير من مشكلات البصر ترجع الى كثره الرطوبه والبروده في ناحيه الراس وهذا الحناء ضد يعمل ضد الرطوبه يعني يمتص الرطوبه من الراس واختضبوا بالحناء فانه يجلو البصر وينبت الشعر ويطيب الريح هاي في قضية انبات الشعر ثاني شيء انه يطيب الريح ويسكن الزوجة لان ما ترتبط بان الحالة الظاهرية الموجودة للزوج وترقب في زوجها الزوجة الى اخر بعد مشط العاج الانسان يجي يتمشط بمشط العاج يعني يكون من لوح هذا مو بلاستيك لو من شيء اخر لان المشط اللي يصير من نوعيه البلاستيك هو يسبب مشاكل سقوط الشعر او يكثر الغشره مثلا في الراس ولذا لابد ان الانسان يمتنع من المشط المصنوع من الماده البلاستيكيه يستخدم المشط المصنوع من اللوح اللوح الاصيل وهو مشط العاج معروف عن ابي الحسن العسكري عليه السلام قال التسريح بمشط العاج ينبتل الشعر يعني هذا اللي تو قاعد يبدا تساقط الشعر قبل لا يبدا او تو قاعد بادئ تساقط الشعر ممكن ان الانسان يدركها بهذه الامور مثلا بالتين بالحناء بالمشط العاج وبعد الكحل نفس التكحل بماذا بالكحل الاثمد كما ورد في روايات اهل البيت عليهم السلام كما ورد في الروايه يقول ان الكحل ينبت الشعر ويحد البصر ويعين على طول السجود. ما شاء الفوائد وهذه من سنن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لكن تركت هذه السنه. يعني ممكن النساء يعملن بهذه السنه لكن الرجال لا بعيدين عن هذه السنه. الان خوفا من العرف مثلا، العرف مثلا تغير، تغيرت الاعراف، ممكن يقول الكحل فقط خاص بالنساء بينما هذه سنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاذا الكحل وفي روايه اخرى الكحل ينبت الشعر ويجفف الدمعه هذا اللي دائما دموع عند دموع عنده علامه ضعف البصر كثره الدموع الغير اختياريه تدل على ضعف على ضعف في البصر ويعذب الريق الريق يصير عذب حالي، مو يصير مروره به، او يصير نوع من الحلى به، هذا يسبب شنو هو؟ هذا علائم المرض اذا صار في نوع من المروره او فيه نوع من مثلا الحلا مثلا نوع حلو، نعم. هذا يدل على أن اكو فرد اختلال بالمزاج، لكن يصير عذب يعني يصير تعادل في المزاج، فاذا هذه الامور تشير في روايات اهل البيت في قضيه انبات الشعر، لكن زيادة على ما ورد في روايات أهل البيت عليهم السلام الاستفادة من العمومات كما قلنا أن سبب إسقاط الشعر إما من شدة الحرارة الإنسان إذا قعد يشوف أن شعره قاعد يسقط كون يدرك <applause> قبل لا قبل لا يسقط بصورة كاملة لأن ارجاع الشعر ارجاع الشعر هذا اللي طال بزمان زمان يعني مثلا الآن هو قاعد يشوف قاعد يسقط عند الشعر كون يدرك نفسه بهالأطعمة ويدرك نفسه بهالحالة إما إذا كان من شدة الحرارة الحجامة بالرأس نافعة لإيقاف إسقاط الشعر لا. المأكولات ذوي الأطباع الحارة يقللها لا. المأكولات الضارة بالأخص يتركها مثل البيبسي والبيتزا وما شابه هذه الأمور هذه الأمور كلها لابد أن تترك ويشرب من العرقيات مثل عرقيات الهندباء، عرقيات الشاطره، هاي الامور جدا نافعه ويدهن راسه بدهن البنفسج ليليا قبل النوم، وهذا جدا نافع ويوقف اذا كان من شده الحراره، واذا كان من شده البروده بالعكس يعني انه يمتنع من الاطعمه البارده والرطبه. ويحاول أن يستخدم الأطعمة التي فيها نوع من الحرارة كالعسل والحبة السوداء هذه أطعمة وجانب دواء وعلاج له ويمسح على رأسه دهن الحبة السوداء زيت حبة السوداء جدا نافع ليليا لهذا الأمر لكن هذا اللي أسقط يعني أسقط شعره بصورة كاملة صار أصلع يعني هذا اللي إذا, إذا مر عليه زمان وفترة من الزمان ولم يتدارك نفسه يعني من الصعب نعم. ان ترجعه كما كان ان يذهب للزراعه احسن لكن نعم. لا يياس يعني يعمل بهذه الامور نرجو من الله ان ان الله تبارك وتعالى يمن عليه مره اخرى بشعر وهذا ليس ببعيد ان يعمل بهذه نعم. الوصفات ان شاء الله نعم. نعم. ويراعي الماكولات والمشروبات بالنسبه الى مزاجه الله تبارك وتعالى ممكن يمن عليه مره اخرى بشعر جديد يعني لكن نحن نقول قبل لا ان يسقط الشعر لابد ان يتدارك الانسان نعم بدايه تساقط الشعر بدايه تساقط الشعر يدرك نفسه بهالماكولات ويراعي الامور البرامج الغذائيه الصحيه بصوره بحسب المزاج يعني هذا بالنسبه الى هذا السؤال بارك الله فيكم سماحه الشيخ اعتقد الدكتور علي الشمر ان شاء الله استمع الى الاجابه من سماحه الشيخ احمد دريس الاحسائي ايضا سؤال اخر من الاخ مهدي الهلالي يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باعتبارك تدير برنامج طب أهل البيت عليهم السلام أني أعاني من حكة مستمرة ومن أكثر من شهر ولم ينفع معها العلاج هل تستطيع أن تساعدني في إيجاد العلاج سماح الشيخ راح نجيب على سؤال الأخ مهدي الهلالي لكن بعد أن نطلع فاصل إن شاء الله إن شاء الله. المشاهدين إن شاء الله. فاصل قصير ونواصل ان شاء الله اهلا ومرحبا بكم احبائي المشاهدين مشاهدي قناه الامام المهدي الفضائيه نعود اليكم مره اخرى وبرنامج طب اهل البيت عليهم افضل الصلاه وازكى السلام وضيفي الكريم سماحة الشيخ مدرّس بن الله يحفظك ويدك ان اهلا ومرحبا الشيخ قبل حلبي. الفاصل سالنا او قرينا السؤال للاخ العزيز مهدي الهلالي يقول باعتبارك تدير برنامج طب اهل البيت اني اعاني من حكه مستمره من اكثر من شهر ولم ينفع معها العلاج هل تستطيع ان تساعدني في ايجاد العلاج؟ ان شاء الله سماحه الشيخ راح يساعدكم ببركه محمد وال محمد ان شاء الله اللهم صل على محمد وال محمد. بالنسبه الى الحكه المستمره هو علامه ازدياد الدم في البدن يعني زياده الحراره والرطوبه نعبر عليها بالمزاج الدموي يعني ازدياد الدم تكاثر الدم في بدن الانسان او ازدياد الصفراء يعني حراره مع جفاف هذا يسبب الحكه المستمره في البدن يعني عله ترجع الى الحراره بما ان العله ترجع الى الحراره في البدن فلا بد من تجنب الاطعمه الحاره مثل شنو هو مثل البهارات مثلا يعني طعام مملوء بالبهارات هذا يسبب الحكه تزداد مثل ان تجي الى قضيه كثره اكل اللحم كثره اكل اللحم يسبب الحكه لان اللحم طبيعته حار او الاطعمه المقليه بالزيوت بالاخص الزيوت الاصطناعيه بشده يعني تزيد الحكه على الانسان او الاستخدام استخدام الـ الـ الاطعمه الضاره بالبدن مثل البيبسي مثل البيتزا هل الوجبات السريعه الموجوده الحلويات كثره الحلويات بالاخص الحلويات الاصطناعيه تسبب ازدياد الحكه وكثير من هذه الاطعمه الضاره اما العلاج في الروايات في روايه اهل البيت اول شيء الحجامه والفصد اما ان الانسان يحتجم عده مراحل في وسط الشهر القمري يعني مثلا يبدي من 12 13 14 15 بهذه الايام وافضل ايام الاسبوع يوم الاثنين او يوم الخميس الاثنين عصرا والخميس صباحا هذا افضل ان يحتجم بهذه الايام ثلاث مراحل او اربع مراحل او اقل اكثر بحسب حاله المريض وفي كل شهر مرحلة واحدة من الحجامة العامة يعني تكون بين الكتفين أو الحجامة الكاهل يعبرون عليها عنها فإذا الحجامة أو الفصد يعني بحسب حال المريض إخراج الدم من العروق إخراج الدم من الوريد الأصلي هذا يقولوا له الفصد هسه بالقدم أو باليد هذا الإخراج يقولوا له الفصد لكن خب الحجامة الآن لأن ذاك الفص يصعب لكن الحجامة جدا ترفع الحك إن شاء الله وبعد ماء السماء ماء السماء جدا نافع لرفع الحك كما ورد في رواية أهل البيت عليه السلام بذلك الترتيب الذي قلنا بالنسبة إلى قضية الأذكار والأدعية التي تقرأ على ماء المطر ثم يأخذ ماء المطر لفترة سبعة أيام صباحا ومساء يشرب من هذا الماء على الاستمرار بلا انقطاع بعد الغسل ليله اول رمضان اذا الانسان عنده حكه مستمره ليله اول شهر رمضان يجي يغتسل ان شاء الله الله يرفع عنه الحكه بعد غير ما ورد في روايه اهل البيت وفقا للقاعده العامه يعني علاج الحراره بالوروده او البروده بالحراره قاعدة عامه لا. نجي الى عرق الشاهترة عرق الشاترة جدا نافع لرفع الحك بدل أن يشرب الماء يشرب عرق شاترة بعد عرق الهندباء جدا نافع لرفع الحك تدهين البدن بدهن البنفسج رافع لرفع الحك نافع لرفع الحك أكل السمك أكل السمك كذلك نافع لأن طبيعة السمك بارد ورطب في مقابل الحرارة نافعة الخس الخيار الزبادي هذه هذه الأمور نافعة لرفع الحكم الأهم الحمد والصدقة والاستغفار والدعاء والتوسل أهم العلاج نعم. كما قلنا أن الشفاء بيد الله والشفاء من رحمة الله تبارك وتعالى فلا بد أن تفعل أمرا حتى تجلب رحمة الله تبارك وتعالى إلى نفسك فأفضل الامور ان تقرا القران، تقرا الدعاء، اصلا الالتزام بالعباده ينظم طبيعه الانسان. الانسان اللي ما عنده التزام بعباده، لا يصلي، لا يصوم، لا يلتزم بالحلال والحرام، هذا يخرج عاده عن طبيعته، يخرج اما تزداد فيه حاله الحراره، اما تزداد فيه حاله البروده، تعادل ما موجود في هذا الانسان، فاذا نقول الالتزام في اوقات الصلاه. الصلاة الصلاة التزام بالصيام الالتزام بالحلال والحرام هذه الأمور هي الأساس لعلاج الإنسان ووصول الإنسان إلى التعادل لا, تلك الحرارة المؤذية ولا تلك البرودة التي تستتبع آلام يعني يستتبعها آلام وأمراض مختلفة فإذا اهم العلاج هذه الامور ان شاء الله ببركه اهل البيت عليهم السلام. احسنتم سماحه الشيخ بارك الله بكم ايضا سؤال من الاخ عقيل الجابري يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخي العزيز وفقكم الله لما فيه خير خير شيعه امير المؤمنين عليه السلام سؤالي عن علاج القولون لان امي مصابه بمرض القولون والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ظاهراً بالاسئله كان كثير يعني يسالون عن القولون كثير يعني سالوا كثيرهم اجبنا لكن باعتبار ان نجيب هذه الاخت ان شاء الله مره اخرى نجيب حقيقه جابر الاخ اه الاخ انا صورت اخت العفو بارك الله بالنسبه الى القولون القولون سببه منشأه عدم المراعاه لاصول الاكل لا. يعني أصول الأكل إذا ما رعية يعني لا تأكل إلا أن تجوع وتأكل وإذا أكلت لا تشبع وابدأ بالملح واختم بالملح هذه الأصول لا تراعى أو عدم تلوين الطعام هذه الأصول لا تراعى مثلا إذا أنت تجي إلى قضية مسألة القولون في روايات أهل البيت عليهم السلام كما أشرنا سابقا إلى هذا المعنى لكن مرة أخرى أتماما للفائدة نحن نجيب عن هذا السؤال مثلا أكل البيض والسمك والجمع بينهما في وقت واحد يسبب هذا المرض دعم. بعد دخول الحمام على الشبع كثير ما يراعون هذا الأمر يعني أنه هو شبعان ويدخل إلى الحمام يسبب هذا المرض الجماع مع الامتلاء يسبب هذا المرض أكل البطيخ على الريق البطيخ مو مو قصدي الرقي لا هذا هذا الاصفر إيه. المستفاد من مجموع الاخبار الروايات اهل البيت كلما يعرقل عمليه هضم الطعام يسبب هذا المو... هذا يقول لك اصول ال... الاكل لا... ال... الذي لا يراعي اصول الاكل يبتلي بهذا المرض فاذا لابد ان نلتفت الى قضيه الماكولات والمشروبات ترك الماكولات الضاره اصل العلاج اصل العلاج وتقليل وجبات الاكل اصل العلاج، يعني تغدى وتعشى ولا تاكل بينهما شيء، هذه اصول للعلاج، اكو هناك مؤمنات وردت عن ائمه اهل البيت، مثلا الهندباء مؤمن، الانسان ما يبتلي اذا ياكل على الدوام الهندباء ما يبتلي بهذا المرض. بعد الجزر ما يبتلي وكذلك هو علاج، يعني هم مؤمن هم علاج الانسان يقدر يتخذه بعنوان علاج لهذا المرض، التمر الملح ان تبدا بالملح وتختم بالملح المقصود هو ملح الجريش ملح البحر مو ملح الاصطناعي المهم التين كذلك هو علاج نفس الملح علاج صلاه موجوده لرفع مرض القولون ركعتين يقرا في كل ركعه الحمد مره وقوله ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر سوره القمر آية 11 نعم فيعمل ركعتين ان شاء الله الله تبارك وتعالى يرفع ببركة هذه الصلاة دا. ماء المطر جدا نافع، التنقية بماء الملح يعني يأخذ مقدار من الماء الفاتر ومعه مقدار من ملح البحر ويستنقي يعني من خلال المقعد يعني هذا عملية خاصة اكو جهاز خاص لهذا العمل. التنقية بماء العسل كذلك نافع لهذا المرض وتنظيم برامج غذائي صحي بحسب مزاج المريض يعني ولذا بما أن لم نرى المريض لكن عمومات نقول هذه الأمور عامة لكن لا بد أن ننظم برامج غذائي بحسب حال المريض هذا هو بالنسبة إلى علاج القولون أحسنتم بارك الله, الله بكم سماع الشيخ طبعا أتمنى إن شاء الله الاخ عقيل الجابري يتابع البرنامج ان شاء الله وان شاء الله يكون يستفيد من الجواب ان شاء الله. ايضا لدينا سؤال لسماحه الشيخ من الاخ العزيز جاسم محمد يقول نتمنى ان تسال سماحه الشيخ عن علاج رطوبه الرحم فقد تكلم سماحه الشيخ كثيرا عن مسببات العقم ولم يتحدث عن القضاء على رطوبه الرحم. نعم تحدثنا عن مسببات نعم، في حلقات سابقه نعم في حلقات سابقه كما جاء في روايه امير المؤمنين سلام الله عليه بان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اوصى امير المؤمنين عليه السلام وقال وامنع العروس في اسبوعها يعني اول ما تتزوج امنعها من عده اشياء حتى لا تبتلي بالعقم نعم. شنو هاي الامور قل الالبان وبعد والخل والكزبرة والتفاح الحامض إلى أن يقول فقال أمير المؤمنين عليه السلام ولأي شيء أمنعها شو التفت لها المعنى قال هذه الأشياء أمنعها هذه الأشياء الأربعة قال صلى الله عليه وآله وسلم لأن الرحم تعقم وتبرد من هذه الأربعة الأشياء عن الولد يعني معناته أن هناك من الأقذية الأطعمة او الاشربه تسبب ماذا بروده الرحم وازدياد البروده والرطوبه في الرحم اذا ازدادت الرطوبه والبروده في الرحم يسبب العقم من جمله الامور اكون نتيجه فكل شيء يسبب البروده والرطوبه فهو يعني بحسب التجربه رايناه كل شيء كل عمل يسبب البروده والرطوبه في الرحم فهو يسبب العقم للمراه بل يسبب الام المختلفه اللي امراض خاصه بالنساء مثل الكيس او مثل مثلا الياف دهنيه مثلا تخرج للمراه او غدد تخرج في رحم المراه المهم هاي الالام اللي عرفنها النساء كثير من الام الرحم بالنسبه الى النساء سببها برودة ورطوبة مثلا من جملة الأشياء اللي تسبب هذه البرودة والرطوبة مثلا الاستحمام في أيام الدورة الشهرية المرأة لابد أن تجتنب من الاستحمام الآن بعض النساء يروحن إلى المسابح العامة الآن يعني خاص يعني بالنساء نعم. لكن هذا يسبب العقم لأن يسبب رطوبة وبرودة اللي رحم فليس نافع هذا المعنى بالأخص في حالة الدورة الشهرية يزداد يعني القضية تزداد أكثر وأكثر مشاكل المهم أما بالنسبة إلى العلاج قالوا لم تذكروا العلاج حتى مثلا في قضية العلاج أولا كما قال الإمام الصادق والحمية رأس كل دواء لا بد من الحمية الحمية من الأطعمة ذو الطبيعة الباردة وال الرطبة مثل البيبسي والشاي القهوة الحلويات الاصطناعية البوفاك الشيبس كثرة الأكل الوجبات السريعة الآيس كريم الماء البارد تجنب الاستحمام في أيام العادة الدورة الشهرية أو كثرة الجلوس في مكان بارد ورطب إنسان دائما يجلس فيها أو مثلا كثرة الجلوس على الدوام تحت المكيف هذا يسبب ماذا؟ ازدياد الرطوبة والبرودة والعلاج الاستغفار الحمد الصدقة استخدام الاطعمه ذو الطبيعه الحاره، العسل الحبه السوداء جدا نافع ادخال العسل ليليا في المهبل النساء يعرفون هذا المعنى اكل الحرمل ليليا بحسب الشرائط أن ما بيها ضغط المراه وما بيها المعده مشكله وهكذا لابد ان لا تعلق الحرمل ولا تطحن الحرمل مجرد ابتلاع الحرمل مع مقدار من الماء، الدهن دهن العانه وما فوق العانه بزيت الحبه السوداء وضع أكواب لسحب الهواء ما تحت الصرة جيب أكواب خاصة مثل الحجامة بس تسحب الهواء بهاي المنطقة منطقة البويضات جدا نافع لرفع كذا آلام والحمية أهم من الدواء وهو رأس كل دواء سنبل الطيب هم نافع يخدرون يشربون هذه الأمور نافعة وإذا كان هناك شرائط موجودة الحجامة كذلك نافعة لهذه المرة إن شاء الله أحسنتم سماح الشيخ طيب الله أنفاسكم وقتنا انتهى للأسف سماح الشيخ الله يحفظك شكرا جزيلا الله. لكم. بالخدمة حبيبي الله يحفظك إن شاء الله الله يأيدكم إن شاء الله إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله نعم أحبائي المشاهدين مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج طبع البيت للتذكير فقط أحبائي المشاهدين للاستفسارات إن شاء الله أو آراءكم بالبرنامج أو انتقادات إن شاء الله تقدرون تزورون صفحتنا على الفيسبوك باسم الرادود الاعلامي حسين الاميري تقبلوا تحياتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يحفظك إن شاء الله سلام.